بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، بحكم قربي من عميد الطب العربي الشيخ بلفدة، أعطيكم بعض النصائح. أي حد عنده ولدة بنته فيها أكزيما، فيها صدفية، عط ولدك بما يسمى الفلفل البارد، قطع شرايح يخلي يأكل الفلفل البارد يوميا، يعني خالي، لأن الفلفل البارد يعمل على تنقية الدم. مرض الصدفية والأكزيما لهم علاقة بتلوث الدم، فعط ولدك يوميا الفلفل البارد يأكله. هذه نصيحة للي فيه أي واحد عنده صدفية أو أكزيما. كذلك نصيحة، أي واحد فيه مساك كل ليلة 4 حبات كيوي، ويريت يكونون الحبات لينة، هذا يعتبر من أفضل العلاجات للإمساك. كذلك أي حد فيه أنيميا فقر دم عليه بالكيوي، يأكل كيوي قدر المستطاع. كذلك أعطي نصيحة لبعض السيدات اللي خايفة من التجاعيد، امسحي بوجهك بحبات من الكيوي، قطع الكيوي عبارة عن شرايح، وامسحي وجهك من الكيوي، مقاوم جدا للتجاعيد. كذلك إخواني الأفاضل، أي حد يشتكي من الروماتيزم، آلام المفاصل، آلام في الأصابع، عليه بالتين. التين للعلم مقوي للعظام ومفيد جدا لمرض الروماتويد والروماتيزم. ما علي شوية تفلسف عليكم اليوم، ولكن هذه المعلومات فعلا عن خبرتي وقربي من الشيخ بلفدة عميد الطب العربي. نصيحة بيتوصلها لكم، يعطيكم الصحة والعافية.